اهلا وسهلا. صباحك كيفك يا حلوه؟ الحمد لله. حبيبه الله. قلبي اليوم قلتي بدك تحكي عن برجين الثور والجوزاء لسنه 22. ياي اوكي اوكي ركزوا، الثور والجوزاء. يلا حكينا للحمل. يلا حكينا للحمل صح. نعم برج الثور اللي عم نحكي لنصين، النص الاول الخمس اشهر الاولى ل 15 وبعدين وبعدها ل 21 12. النصف الاول فتره تفاؤل وايجابيات عاليه ووصول الى الهدف. هاي الفترة صحيح إنها فترة انفتاح وأبواب مفتوحة وأمور مالية ممتازة، ولكن لا تخلو من فترات ضاغطة، لذلك في منافسة عالية لبرج الثور بالنصف الأول من السنة. الأفضل هو المواجهة ومضاعفة الجهود وعدم التشتت، عدم الانسحاب والتراجع عن أي خطوات اتخذتها. رح تزداد العلاقات بهاي الفترة، واللي من خلالها رح تتسلق سلمات النجاح وتنفتح لك كثير أبواب من خلال هاي العلاقات. لذلك حاول أنه تحافظ على علاقاتك، خلي يكون هدفك دائما مراضات الآخرين وعدم إزعاجهم وعدم العناد معهم. عليك التعامل بدبلوماسية ورح تلاقي كثير من الدعم بالنص الأول من الشهر لحتى توصل لهدف، حتى الأمور المالية رح تتحسن. النص الثاني اللي هو المشتري رح يصير بالحمل، وهذا رح يعطيك شعور بالهدوء بالسلام بالسلام الداخلي، بمراجعة الذات، تأنيب الضمير، البحث عن السلبيات اللي كانت موجودة بالسنين الماضية. لكن بنفس الوقت كل ما رح تكتشف أمور سلبيات موجودة فيك وتعدلها رح تزداد ثقتك بنفسك. الكثير من الناس رح تبحث عن الأمور الداخلية لإلها، هذا رح يعطيك أيضا تجد نقاط الضعف الموجودة عندك وتقضي عليها، هذا اللي رح يخليك تندفع أكثر للنجاح وتخطو خطوات ممتازة. طبعا كل واحد حسب سعيه، مش رح يكون فيه حظوظ ودعم بدون ما يكون الشخص نفسه عم بسعى. برج الثور سنة 22 رح تكون ممتازة لإلك، في أشهر رح يكون فيها تراجع رح نحكي عنها تباعا. نعم. برج الجوزاء رح تبدأ السنة بإيجابية وفرص كبيرة لتحقيق أهداف وإنجازات وحظوظ كبيرة لحتى تحقق الكثير من أمانيك. في دعم كثير كبير من المسؤولين بالعمل خاصة بالمهنة، وعليك عدم التنمر وعدم التذمر وعدم التطاول على الآخرين نتيجة نجاحك، لأنه برج الجوزاء من الناس المحظوظين جدا بالسنة سنة 22. ايضا عليك تعديل العلاقات، رح تكون في فترات مناسبه انك تتصالح مع بعض الاطراف، لانها ايضا رح تتسبب لك برفعه كثير كبيره بحياتك المهنيه. السفر متاح خاصه للهجره او للدراسه. نتيجه النجاحات رح تكون انت تحت الضوء، لذلك الخطأ ممنوع بالفترة الأولى. ضغوطات العمل، السلبيات اللي رح تظهر بدك تتعامل معها بشكل حسب المعطيات اللي عم تظهر، بشكل دبلوماسي وبهدوء وبذكاء. أيضا هاي الفترة المطلوب منك أنه ما تكون متطلب، يعني مش نجاحك يخليك تنمر على اللي حواليك أو تتطلب تزيد طلباتك من الناس اللي حواليك، لأنه هذا بيخلي أمورك تتراجع. النص الثاني رح تظل الحظوظ معك كبيرة مع زيادة الضغوطات وظهور منافسين أقوياء أشداء، ممكن يخلوك تشعر بالتعب. بالنص الثاني من السنة عليك أنه تكون عندك فترات للاستراحة والهدوء ودراسة الأمور واستشارة ذوي الشأن. المواجهة بدها تكون بدراسة، بدها تكون مجزية، ما نتشتت وما نمشي بأمور قد تكون غير مجزية بتاخذ منك وقت وجهد وأموال، بدك تكون دراستك عميقة جدا بالنص الثاني من السنة. ايضا في فترات رح يكون فيها تراجع رح نذكرها تباعا بحسب الاشهر. نعم. عندنا وقت ناخذ السرطان؟ يلا عندنا وقت نحكي للسرطان كمان لسنه 22، سنه التغيير الشامل والبدايات المختلفه، حياه جديده تحمل الايجابيه لبرج السرطان. البعض ممكن يحصل على فرصه للسفر او للعمل او للدراسه، سنه فيها الظهور وطرح الافكار وخوض التحديات. رح تتسلق سلمات النجاح، وعليك عدم التخاذل أو التراجع لأي سبب كان،
عليك أنه تخوض المعارك بشكل صح وبجدية، مش نأخذها بسهولة وببساطة، لا بدنا نكون أيضا عندنا جدولة لهذه الأمور. سنة التغيير على كل المستويات، خاصة بالعمل أو مكان الإقامة أو ممكن الهجرة أو السفر لبلد آخر، تغييرات كثير كبيرة على المستوى الخاص أو العام، حتى على بالنسبة للارتباط. ما بدك ترجع للماضي، يعني إذا كان بدك ترتبط ما تفكر بالماضي، لأنه الماضي رح يعرقلك، يعرقل مسيرة حياتك العاطفية. بدنا نكون هادئين ونتصرف صح ويكون اختيارنا صح. النص الثاني، عندما يدخل المشتري بالحمل رح تتغير المعطيات وتتغير الظروف، رح تخدم مصالحك أكثر، رح تقودك إلى الشهرة والظهور، رح يكون عندك وعي أكثر ورح يكون عندك ظهور أكثر. لذلك هاي النص الثاني من السنة رح تخدم مصالحك أكثر، عليك أنه تكون حيادي وعلى مدار السنة ما تتدخل باللي ما يعنيك، وانتبه لصحتك وابتعد عن التبذير واحذر عمليات النصب والاحتيال خاصة بالثلاث أشهر الأخيرة. نعم، يعني بهيك شكرا لك ميسون، بهيك بنكون وصلنا أكيد لنهاية فقرتنا لليوم. شكرا لكل الأشخاص اللي تابعونا عبر راديو روتانا وشافونا عبر شاشة عمان تي في، منا كل الحب، إلى اللقاء. صح 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 ص